اول حاجه باني ما كانش فرق بين حمد الله ولا زياش ولا حكيمي ولا اي واحد اي مغربي ولا بانون ولا اي واحد. انا بالنسبه لي جاي ما كنشوف شنو كان قبل. اي مغربي اللي عنده الباسبور خضر يقدر يجي. بالنسبه لي الحق كتبقى في التيران وكتبقى في المستوى ديالو. حتى شي واحد عنده بلوس دافونتاج كي اخر. بغينا لي ميور جوور. انا كمدرب باغي لي ميور جوور. علاش؟ باغي لي ميور جوور تقدر تربح. دونك اما حكيم اما حمد الله اما بانون اما حسوني اما اللي بغيتي في المغرب اما واحد في كندا ولا في استراليا اللي عنده باسبور خضر ولا في مستوى ولا يقدر يحكي لنا الاضافه ولا فاهم جوستومون ملي المغرب كبير عليه وباغي يجي يعاون مرحبا.